وعندك جمعية وبتشتغلي في اعتقد بنك طعام او يعني في حاجة كده في ال... صح. فبرضو في الشق الخيري والشق الانساني والشق الاجتماعي برضو نفس المفهوم اللي انا عايز اوصل له. رايحة سياسة ولا سياسة؟ لا 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 يا دكتور عفت؟ بس نتكلم احنا بنقول ايه ايام المرأة ايوه ساكتين. سياسة لا، عشان انا برضو يعني بحب اركز في العمل الخيري. دي حاجة طبعا اخدتها من والدي من سن صغير، دايما كان بيعمل مشاريع للمجتمع ودايما بيحاول يساعد الناس وبيسمع للناس. فمن سن صغير دي كانت حاجة بالنسبة لي مهمة جدا في حياتي، ان انا دايما ادور اشوف اقدر اساعد الناس ازاي وابقى موجودة معاهم بشكل مستدام. فانا شخصيا لقيت نفسي في العمل الخيري. انا صاحبة مؤسسة نية، انا المدير التنفيذي، انا برضو حاليا في مجلس اداره بنك الطعام المصري. الحاجتين صراحه يعني انا فخوره جدا بيهم، وفي شغل جيد بنعمله وناس كتيره بنساعدها، واهم من ده يعني زي ما بيقولوا الخير في الناس، والناس اللي بتشتغل في الجمعيات دي والناس اللي احنا بنقدر نساعدها. انت فخوره بشغلك وانا فخور بيك والله، لانه احنا المجتمع المدني كجزء او جناح ثالث للدوله، اي دوله فيها الحكومه والقطاع الخاص والمجتمع المدني. صحيح. انا بقول صح ولا بقول؟ طبعا. انت اساتذتي في القصه دي. فاعتقد الجانب المدني او المجتمع المدني مش واخد حقه ومش مفهوم قوي وتشوه خلال فترات كتيره جدا. صحيح. وانا احد هؤلاء الناس اللي شاركت في تشويهه بشكل يعني بحق حسن نيه، لكن دور المجتمع المدني لا يجب ان يكون ضحيه مثلا منظمة حقوق الإنسان مثلا يعني